العالم اليوم المفصلة من قناة الحرة. أهلا بكم مشاهدينا مباشرة وكالمعتاد إلى أبرز العناوين. نتائج الانتخابات اللبنانية تضعف الحريري أمام حزب الله وحلفائه وتثبت حضور جملاط وجعجع وخرق وحيد المجتمع المدني في العاصمة. أوروبا تجدد تمسكها بالاتفاق النووي مع إيران قبل أيام من إعلان ترامب قراره بشأنه، وطهران تلمح إلى احتمال بقائها فيه. تركيا تستأنف محاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون رغم مطالبات واشنطن المتكررة بالإفراج عنه. حركة النهضة تعلن تقدمها على حزب نداء تونس في أول انتخابات بلدية بعد الثورة الياسمين.